اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. حديث القاهره لا ينتهي ولا يتوقف. ناقدنا الكبير الناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي دايما عنده وجهه نظر مختلفه. في الوقت الذي تحدث فيه الكثيرون عن اعتزال النجمه امال ماهر الغناء وقالوا ان هناك اسباب تتعرض لضغوط حكايات من وراء ذلك، خرج علينا براي تاني خالص، وهكذا هي عادته. ناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي، اهلا وسهلا. اهلا استاذ خيري واهلا استاذه كريمه. اهلا بيك يا استاذ طارق، منورنا. يعني والله اشتقنا لك واشتقنا لوجهات نظرك واخبارك بصراحه. لا شكرا جزيلا، بس انا عايز اقول انا ما بتعمدش اقول راي مخالف، يعني انا ماليش دعوه. لا انت دايما ليك زاويه رؤيه مختلفه. انا عندي راي طبعا. قد يكون في لحظه بيعبر عن الاغلبيه وممكن يبقى بيعبر عن الاقليه، انا ما اعرفش انا فين بالظبط، لكن اللي انا ممكن منه ان انا بقول ان انا حاسه صواب، وقد لا يكون صواب بالمناسبه يعني، بس الحد الادنى ان انا بعتقد ان هو ده الصواب. طيب اسمح لنا بقى نسالك، بما ان احنا نسال عن اعتقاداتك واللي انت بتعلن عنها بشكل صريح، يعني امال ماهر انت قلت ان مفيش حاجه اسمها مش هتعتزل ولا حاجه، الموضوع مناوره مش اكتر، وانها ترجع مره ثانيه. مؤكد، انا باكد ده كمان من خلال برنامجكم، انه خلال ايام ربما تطول لاسابيع، ده بالكثير قوي، لكن انا بحسبها بالايام، لانه ده مش اول مره فنان كبير وناجح يعتزل على الهوى. يعني كتير شفنا اسماء كبيره من اول ام كلثوم، هاني شاكر وغيرهم قدموا اعتزال نهائي وقالوا كده بنعتزل وبتاع، وبعد كده بيجي يرجع تاني للساحه الفنيه. قد تكون بتتعرض لضغوط، ما عندناش طبعا يقين نقدر نقول من يعني من هو الضاغط وما هي هذه الضغوط مباشره، ولا عندنا يقين باللي انت بتطرحه يا استاذ طارق. برافو عليك. الا اذا كان عندك انت يقين. لا، ولا يجوز صحفيا، بما اننا بنتكلم على ان لازم الاعلام يبقى محدد الهدف، لا يجوز صحفيا او اعلاميا انك انت تذكر اسماء وانت موقن منها، ما ينفعش، الا غير وانت موقن. اذا انت مش موقن لا تذكر، فبالتالي هي لم تذكر اسماء، لم تذكر احد بشكل مباشر. صحيح، ان في ضغوط. عموما امال انا بعتبرها واحده من اهم الاصوات المصريه والعربيه، وهي واحده من ثلاثه، الاثنين التانيين طبعا معروفين، انغام وشيرين. حتى لو كان يرى البعض انه الحصيله بتاعت امال مش قدهم لا مصريا ولا عربيا، الحصيله الغنائيه اللي هي قدمتها، لانها يمكن اكثرهم هشاشه، هي هشه يعني كتكوين نفسي هش، دايما يتعرض لضغوط، ودايما الحلول اللي بتلجا اليها فيها قدر من التطرف، منها الاعتزال. مع اعتزال ده تطرف وطفوله زي الانتحار كده، يعني هو مرحله ما بتحطش اي نسبه احتمالات زميلي وصديقي العزيز انها فعلا تحت ضغط. صحيح ليس لدينا يقين هي الوحيده التي تعلم، ولكن هناك بعض المؤشرات، اغاني اتشالت، حسابها على اليوتيوب اتشال، اغانيها ما بتتذاعش، الشركه اللي كانت بتمتلك حق اغانيها تم شرائها، يعني هناك علامات اخرى يمكن ان يستنتج منها البعض ان هناك ضغوط. مظبوط، بس لن تستطيع ان تحجب الشمس، وانا بعتبر انه امال واحده من الاضواء التي لا يتم حجبها، ومستحيل ان تحجب بالمناسبه. لن يستطيع احد في الدنيا ان يمنع موهبه من الظهور ايا ما كان نوع الموهبه، الا اذا كانت هي اللي هتمنع نفسها. مش هي نفسها جواها ضغط داخلي، الفنان الموهبه داخل الفنان، هي نفسها بتجبره على اظهار اللي عنده. فانا بتصور المعادلات بتتغير بين لحظه. طب انا اسف يا كريمه، طب والموهبه دي ما ضغطتش عليها كل السنين اللي فاتت علشان تتميز صاحبه الصوت العظيم ده ليه؟ ليه استسلمت؟ بتقدم اغاني ثم تصمت، تتقدم خطوه ثم تتراجع خطوتين، بيحصل. لكن المجمل ايه؟ انها رقم موجود وصوت موجود، وهذا الصوت من وجهه نظري يمتلك كاريزما ستجعل خطواته عندما يتوازن الامر اكثر وينضبط اكثر، خطواتها هتبقى اسرع. يعني ممكن انت تتاخر شويه عن زملائك طبعا، لكن لما يكون عندك طاقه اكبر فانت في خلال اشهر او سنوات قليله بتتقدم الصفوف. هي حصان اسود ناجح جامح سيحصد النجاح عندما يدخل الحلبة، بس هو تكوينها النفسي مش متزن، بس كتير قوي ما شيرين نفسها ساعات
كثيرا ما تخطئ حتى في التعبير عن نفسها. نعم واعلنت عن الاعتزال. نعم لكن واعتزلت قبل كده، وانا فاكر من 3 سنين بالكثير قالت انا خلاص انا هعتزل والسلام عليكم، يومين ثلاثه وقالت خلاص انا رجعت، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيعني مساله الاعتزال دي والعوده من الاعتزال يقينا سيحدث يقينا. احنا شخصيا يعني نسعد جدا بان صوت امال ماهر يفضل على الساحه، لان من اقوى واجمل الاصوات المصريه والعربيه، وده بالنسبه لنا يعني عودتها يعني رساله مبشره من حضرتك. طيب